من هنا من المنزل العائلي للشهيد البطل ديدوش مراد الذي يقف شاهداً على لحظات فارقة في تاريخ الثورة التحريرية. اختارت جمعية قدماء الكشافة الإسلامية بالتعاون مع وزارة المجاهدين إحياء الذكرى 66 لرحيل الشهيد الرمز. رانا اليوم احنا نحتفل بالذكرى 66 استشهاد الشهيد ديدوش مراد، وهو بحكمه هو كان قائد كشفية وزعيم كبير في الثورة الجزائرية. اليوم رانا هنا في المنزل تاعو حنكرموا العائلة تاعو. هذه الاحتفالية هذه اللي رانا نقوموا بها اليوم تدخل في إطار مجهودات وزارة المجاهدين ومديرية التراث التاريخي والثقافي لإحياء ذكريات رموز الثورة التحريرية. اللقاء الذي عرف حضور العديد من رفقاء الشهيد في الكفاح شهد تكريما رمزيا لافراد العائله. راني فرحان كان بزاف الشباب، تسمى دوك لازم هاد الشباب يعرفوا شنو هما التاريخ تاعنا فرمي نوفمبر وديدوش مراد وبن مهدي بن بولعيد ولا يعرفوا. انا عندي كلمه نقولها على ديدوش مراد. نهار اللي جا رايح جا عند عمومو جا عند فاميلتو قال لهم ماذا بكم تعطوني الدراهم نتاعي حقي دراهمي باش يديهم للثورة الجزائرية. صارت له كيما سي مصطفى بن بولعيد باع كلش باش عطى دراهمه للثورة. سمعت هذا الرجال هادو كافحوا بنفوسهم ومالهم وبرزقهم. المبادرة التي تندرج في إطار مشروع الذاكرة الجوارية ستتواصل يوم غد بكل من العاصمة قسنطينة وسكيكدا للتعريف بتاريخ الشهيد البطل.